يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يستدل بعض أهل البدع بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بأنه قد قال: ما الشرك أخشى عليكم، بأنه ما الشرك أخشى عليكم، بأنه لا يوجد شرك في الأمة المحمدية. وين هالحديث اللي ما قال الرسول ما الشرك أخشى عليكم؟ بل الرسول خاف على صحابته الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه قال الرياء. ما يقول ما الفقرة الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما الفقرة أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا الحديث الوارد. أما الشرك فخافه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على أصحابه، قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. نعم.